حسام وصفي للأهلي خالص الصبر والسلوان. الكرة العالية، البحث عن هدف، جول 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 أحمد المحمدي، جول أحمد المحمدي. لسه بنحكي عن المحمدي والبطولات والألقاب، فيأتي هدف المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الخامس، كان قد سجل في مرمى بنين في عام 2010 وفي كوت ديفوار، سجل بقدمه اليسرى يعني بمهارة هداف نجم أستون فيلا اللي صعد في تشامبيونز. ومحمد صلاح في الفاول، ومحمد صلاح في ركلة الجزاء اللي لم يتحصل عليها. أدي تريزيجيه في مشوار، واحدة لصلاح، مهارة تخلص، مهارة تحسم، مهارة هنا ومهارة هناك، عملها محمد صلاح، المهارة. ومحمد صلاح في هذه الغارة، غارة على مرمى كونغو الديمقراطية، يأتي بها تريزيجيه. يا ولد يا تريزيجيه.